طيب خلينا نرجع نتابع بقية أخبارنا بقى مع حضراتكم. وقمة مهمة النهاردة في قصر الاتحادية جمعت ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس بيلاروسيا، طبعا ده عنوان لطبيعة العلاقات الخارجية، النهج وسياسة مصر في الفترة الأخيرة قد إيه كان التنوع، قد إيه الاتجاه شرقا وغربا، خلق تحالفات وعلاقات مع دول جديدة، تعاون على المستوى نتكلم أول على التنسيق على المستوى السياسي، ده بينعكس على المستوى الاقتصادي، ويكون في اتفاقات ويكون في شغل ومذكرات تفاهم، يكون في يعني عودة لمصر وقوتها وريادتها في المنطقة، مش بس المنطقة العربية والشرق الأوسط لكن إقليميا كمان، إنه بهذه التحالفات وبتنوعها بتكون أنت حاضر وبقوة في المشهد الدولي. مراسم استقبال رسمية أجريت لرئيس بيلاروسيا، تم عزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطني لبيلاروسيا وجمهورية مصر العربية، واستعرض الرئيسين حرس الشرف زي ما بنتابع مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة. وأثناء طبعا اللقاء اللي جمع الرئيسين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع التعاون ما بين الجانبين في كل المجالات، وإن مصر بتعول على بيلاروسيا في إطار تعميق العلاقات المصرية مع الاتحاد الاقتصادي الأورو أسيوي. كمان الرئيس أعلن عن عقد مجلس الأعمال المشترك بكرة في العاصمة الإدارية الجديدة، ودعا الرئيس القطاع الخاص في بيلاروسيا للاستثمار في مصر، نقطة في منتهى الأهمية لما أي ضيف على مستوى طبعا مهم، لما بيجي وفود أجنبية بيجي رؤساء، فبيبقى فرصة دايما نتكلم على الجزئية دي، لما الرئيس بيسافر في أي دولة، لما بيجي لنا أي وفد أجنبي بتبقى بقى نتكلم على مناخ الاستثمار في مصر، إيه طبيعة المشروعات اللي إحنا شغالين فيها، العاصمة الإدارية ويعني المردود منها على المدى البعيد، فبالتالي النقطة دي مهمة لما الرئيس يبقى في مجلس أعمال مشترك بكرة ما بين مصر وبيلاروسيا في العاصمة الإدارية. خلونا نتابع مع حضراتكم جزء من المؤتمر الصحفي اللي جمع الرئيسين وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فخامة الرئيس، إن العلاقات المصرية البيلاروسية ليست حديثة العهد، إلا أنها شهدت تطورا ملحوظا على مدار الأعوام الماضية، لا سيما بعد زيارتكم للقاهرة في يناير 2017، والتي تلاها عدد من الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء واللجان الفنية لمتابعة نتائجها. ثم جاء اجتماعنا في منسك في يونيو 2019 ليعطي دفعة قوية لتلك العلاقات من خلال التوقيع على خريطة الطريق للتعاون الثنائي في عدد كبير من المجالات، لعل من أبرزها موضوعات الإنتاج المشترك للشاحنات والمعدات الزراعية وما يتضمنه ذلك من نقل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بها إلى مصر. وتأتي زيارتكم الحالية لتؤكد ما كنا نتطلع إليه من تحقيق شراكة حقيقية قائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة، وسوف نشهد اليوم التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتعاون الثنائي والحوار السياسي كما تقدم برئاسة وزيري الخارجية، وذلك للاستفادة من الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات. وترجمة الدعم السياسي على مستوى القمة إلى نتائج عملية وملموسة على المستوى التنفيذي. كما يعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك الوطني البيلاروسي، وأيضا التوقيع على اتفاق التعاون والدعم المتبادل في موضوعات الجمارك، والتوقيع على البرنامج التنفيذي في مجال التعليم والتعليم ما بعد الجامعي ضمن خطة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ولعل من أهم ثمار التقارب المصري البيلاروسي هو إنشاء مجلس الأعمال المشترك، والذي سيعقد أولى اجتماعاته غدا في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة رجال الأعمال من البلدين، وسيكون بمثابة منصة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار المختلفة. كما أود الإشارة بتطور العلاقات البرلمانية بين مصر وبيلاروسيا، والتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون البرلماني وتشكيل مجموعة صداقة برلمانية بين الجانبين، والتي نعول على أنشطتها كثيرا في تحقيق التقارب بين البلدين على المستوى الشعبي.